طيب معانا استاذ احمد سالم، متحدث رسمي لنادي الزمالك. يا استاذ احمد، ايه الاخبار؟ زي حضرتك، ازيك، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ طمني عليك، كل سنه وانت تمام طيب والله الحمد لله، ورمضان وانت كريم. طيب؟ الله يخليك، وحضرتك طيب، وجمهور الزمالك كله بخير، ومصر كلها في احسن صحه وحال يا رب. امين يا رب. يمكن كنت بتكلم قبل ما حضرتك تخش معانا على المداخله في الهواء عن تكافؤ الفرص، والحمد لله تاجيل مباراه الزمالك والبلديه، هل وصل بالفعل خطاب للنادي يفيد التاجيل؟ تمام، تم تأجيل المباراة وإن شاء الله يبقى في فترة راحة كافية ما بين الماتشين بإذن الله للزمالك نستعد فيها. طبعا مباراة مصيرية سواء فيوتشر ذهاب أو عودة، طبعا وإن شاء الله الفريق يكون عند حسن ظننا يعني. انا يمكن كنت بتكلم عن حتة تكافؤ الفرص، ويمكن مش طبيعي جدا نشوف فرقة في المركز الاول لعبة 17 18 ماتش او 15 ماتش، وفرقة تاني في المركز العاشر لعبة 6 او 7 او 8 ماتشات. ازاي نقدر نحل حاجة زي دي ويبقى الفير بلاي موجود لكل الفرق، مش بس بتكلم زمالك، اهلي، اسماعيلي، الفرق الجماهيرية، كل الفرق؟ والله مينا، بص انا هكلمك في دي مش ك يعني مش بحكم كمتحدث اعلامي، لا كمشاهد حتى للدوري المصري او مشجع كوره بصفه عامه، صحيح. ما اعتقدش ان ده موجود في دوريات بره كتير. واكيد ان برضه الدوريات يعني الدوري الانجليزي، او حتى بلاش يعني نعلي السقف او كده، حتى الدوريات الاقليميه السعوديه او الاماراتيه او غيره او شمال افريقيا، ما اعتقدش ان في التفاوت الغريب ده في عدد الماتشات. فده محتاج وقفه ومحتاج اعاده دراسه لفكره جدول الدوري، ان يبقى له يعني مواعيد محدده ومدققه. ولازم يعني معلش مع احترامي، هو ليفربول ولا اي فريق تاني اوروبي او حتى عربي، ما هو بيلعب في كل البطولات، بيلعب في ده اكيد في كل دوري في ثلاث اربع فرق بيلعبوا اقليمي، بيلعبوا بطوله قاريه، وبيلعبوا بطوله كاس وبطوله رابطه محترفين. فاحنا مش مخترعين او ما عندناش اختراع مثلا او عدد مش طبيعي في الفرق. واتمنى ان ده يتحط في الاعتبار الفتره الجايه، انتظام الدوري بيأثر اكيد على مستوى الكره المصريه ككل.